ما كنت ابغى اوقف ابدا صراحه. الاجواء عندنا هنا بالاستديو مولعه والله، وحابين كذا نفرفشكم شوي. دائما اجواء الدي جي تحديدا نلاقيها في المناسبات السعيده، واليوم صراحه نحن سعيدين جدا دي جي بانا انك موجوده معنا بالاستديو. بانا طلال، شهرتك دي جي بانا. دي جي بانا. طب خليني اسالك، يعني ايش الجديد بانا في حفلات الدي جي تحديدا؟ هلا الدي جي خلص لازم يكون متواجد بالحفله. لازم هو اساسي، هو بقى اساسي هون، معتمدين على الفناني اكثر. ففي فراغات، يعني الفناني ممكن حسب ستايل. في ناس هلا كثير بتسافر برا بتحب انه تضيف انجلش مع الفناني، مع الستايل الخليجي، بدها تضيف مصري، بدها تضيف لبناني، فهو بيعبي الدي جي. واهم شيء تنويع في الفنون الموجوده. طب هل لازم يكون مثلا يعني مود الاغاني يكون حسب طلب صاحبه المناسبه، ولا انت بتختاري على ذوقك؟ هلا هو الدي جي خبره، انت انا اول ما بفوت على المكان بشوف التست بعرف الناس. عرفت كيف؟ ويعني انت ما احيانا يعني صاحبات المناسبات لا بيطلبوا مود بس العروس، العروسه لها بس مود معين. هلا انا اول ما ببلش الحفله بحط مصر، بحط خليجي، بحط لبناني، بشوف تفاعل الناس. النسبه الاكبر بلعب اكثر. الله عليكي. بس اهم عنصر عندنا بدي انا يعني بالنسبه لبانا، انا ما جو يعني اكثر مقزي على الاعراس، كثير بحب، كثير بحب الاعراس. ايش اللي تحبيه في الاعراس يعني؟ يعني ما بعرف، كثير بحب الاعراس، يعني بقعد مع العروس عن جد بحس انه من قلبي بحب اكون معه. طب ايش التكتيكات كذا والاسرار اللي بتشتغلوا عليها كدي جي؟ هلا الدي جي على فكره هي اله موسيقيه، هي برا بتدرس باكاديميه وجامعه. هلا انا درست بين بيروت وبين مصر، في توزيع الدي جي ما مفروض انه يشغل الغنية مثلها، لا مثل ما سمعت شعاتها ولو سمعتيها توزيع ثاني هاوس. انت بتشتغليها انت اللي بتضبطي هذه؟ نحن كلها لايف؟ وعلى فكره برا صار الموضوع الدي جي انه يدخل الغنية بالغنية حسب المقامات الموسيقيه. اوكي. ولازم في ناس كثير يعني هاي القصه كثير انا عن جد منها. في ناس مثلا انا بكون حاطه غنيه هي التيمبو مثلا 130، بتيجي وحده بتقول لي لا انا بدي غنيه ثانيه مثلا، ما بيدخلوا مع بعض، في اغاني ما بتزبط مع بعض. ايش ال 130 هذا؟ يعني هي التيمبو مثلا سرعه غنيه 130 140،
حسب في اغاني جاز، في اغاني غربي، في اغاني هيب هوب، في اغاني افتكي. أيوة. في اغاني ممكن يعني هي هني الناس حيقولوا ليش الدي جي هيك عم يخبط الاغاني ما حلوه، هو لانه ما بيعرف يدخل الاغاني ببعض. طب ايش التجهيزات؟ اتوقع يعني كل دي جيز يتعبوا في التجهيزات اللي قبل المناسبات تكون جدا صعبه، ولا انت بس تحتاجي الجهاز هذا معاكي؟ لا طبعا. واللابتوب ويلا تعيشي في المناسبه. لا لازم انا اذا المكان ما بعرفه بروح بشيك عليه، بشوف كام سماعه، في مكان بكون في ازاز، في بلور، في سقف، في هندسه صوت خاصه. هندسه صوت. هندسه صوت يعني حتى انا لازم اسمع نفسي، احط سماعات في سيستم صوت للدي جي. واو. لازم. حلو. وفي بيس على الارض، لازم يكون في بيس، في توزيع سيستم صوت مدروس للدي جي. زي اليوم صراحه سيستم صوت مدروس عندنا بالاستديو. ايش رايك؟ طب دي جي بانا تسمعينا شيء؟ شو حابه تسمعي؟ ايش مجهزه؟ شو بدنا نشغل لك يا حلو انت؟ ها أعيش لوحدك، أعيش لوحدك، أعيش لوحدك، أعيش لوحدك، أعيش لوحدك، أعيش لوحدك. يفضل يقول لك العب يلا، العب يلا، ما تلعب يلا، العب يلا، العب يلا، العب يلا. عايز تكون صاحب مبدأ وتبطل الدراجز وتقول انا هبدأ، يجي الشيطان يفضل يقول لك اشرب يلا، اشرب يلا، ولع يلا، العب يلا، العب يلا، العب يلا، اشرب يلا، ولع يلا. كده ولعتنا، كده خربتنا، كده خربتنا، كده خربتنا، كده خربتنا، كده خربتنا، كده خربتنا، كده خربتنا. حبة فوق حبة فوق. ما تنسيني تحبي الله، ما في بالك والله، عن هواكي ما بتخلى، ما بتخلى عن هواكي، بترك بيها الدنيا كلها، روحي حطيتك محلى، عحلاكي يا ما شاء الله، يا ما شاء الله، عحلاكي ومحلاكي.
عشان اصلحه.